بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. موضوع حلقة اليوم يتعلق حول بعض الأمراض الشائعة التي تصيب طيورنا، من طيور الباجي أو طيور الكناري أو طيور الزيبرا أو طيور الحب أو يعني جميع الطيور. سوف نتطرق إلى هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم اليوم. إذن هي الأنترو. مرحبا مجددا يا غالي. كما قلت سابقا أننا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم وكان تحت عنوان بعض الأمراض الشائعة التي تصيب طيورنا، يعني من باب معرفة نوع المرض وكذلك الأسباب والعلاج إن شاء الله الرحمن الرحيم. سوف نتكلم قليلا في هذا الموضوع، وتحت طبعا تحت طلبا للعديد من أفراد العائلة الغالية. المرض الأول وهو الإسهال الأخضر أو الإسهال الأبيض. هذا المرض الذي يعني يكون بكثرة في الطيور، الذي يصاب يعني الذي يكون مرض على أساس ظهور بعض البكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يؤدي إلى خروج البراز أكرمكم الله، يكون على شكل أبيض، لون أبيض أو شكل لون أخضر. طبعا الحال اللون الأخضر يكون أقل عرضة من اللون الأبيض، لأن الإسهال الأبيض يكون يعني سهل العدوى، ممكن أن يأتي لك طائر من طائر لطائر آخر بسرعة، عكس الطائر عكس الإسهال الأخضر. ومن أسباب هذا الأخير أي الإسهال هو كثرة إعطاء الطيور الخضروات بصفة دائمة. يعني ترى المربين أو العديد من أفراد عائلتي يقوم بإعطاء الكثير من الخضروات في اليوم 2 أو 3 أو 4 يعني متتالية ومتتابعة، وهذا لا أنصحه به أبدا. كما أقول دائما يعني مرتين في اليوم، حبذا لو كان مرتين في اليوم، أو إذا زدت على ذلك فثلاث مرات. هذا هو السبب. هناك سبب آخر وهو إعطاء بعض مثل تعطي الطائر الخص، تعطي كثرة الخص مع عدم تنظيفه جيدا، تقوم فقط بشراء الخص ثم تعطيه للطيور، هذا يسبب كذلك في الموت، وهذا ما لا نريده لطيورنا. تغيير النمط الغذائي للطيور، فترى المربين يقوم بإعطاء برنامج جيد يعني من 2 إلى 1، برنامج جيد للطيور يعني، ويبدأ بتغيير النمط هذا تدريجيا، ليس تدريجيا بل يعني من 2 إلى 1، الأسبوع التالي يقوم بتغيير النمط الغذائي، ثم يقوم بإعطاء العديد من الخضروات. العدوى من الطائر طائر آخر، يعني تقوم بشراء طائر جيد من عند بائع الطيور لا يظهر لك أنه مريض بالإسهال الأخضر أو الأبيض، ثم تعطيه ثم تدخله على، فمثلا إذا اشتريت الذكر تدخله على أنثى، أو اشتريت أنثى تدخله على الذكر فيمرض الذكر أو الأنثى، علما أنك لم ترى المرض من أمراض. بالمناسبة هذا الطائر أنا لا أعرف لماذا أمسكته، ولكن من باب يعني المشاهدة لا غير. هذا الطائر ذكر أم أنثى؟ سأقرب الصورة. ذكر أم أنثى؟ إن لم يظهرك اللون فهناك لون وردي على لون أزرق. ربما لقد سهلت الموضوع، سهلت المأمورية. طرق الحماية من هذا المرض ألا هو الإسهال، هو التنظيف الجيد للقفص تنظيفا جيدا، ووضع القفص في مكان دافئ مع تغيير المشربية، الالتزام ببرنامج غذائي دون تغيير البرنامج، ويعني ومراقبة ما تعطي للطيور. فإذا كنت تعطيهم يعني بعض الخضروات على سبيل المثال الخص أو الكرم أو النعناع، فلا بد من غسله جيدا وتنظيفه ثم وضعه في الطيور. كقاعدة كمعلومة، فكما تعلمون أنا أقوم بطرح معلومة تارة في الفيديوهات، عندما تربي طائرك يعني يعني كأنك تربي طفل صغير، هذه الفكرة لابد أن تكون في ذهنك. يعني ستخاف عليه أن تعطيه بعض الخضروات الفاسدة، ستخاف عليه من البر، ستخاف عليه أن يزعجه أحد، يعني هذه القاعدة لابد تكون مترسخة في ذهنك، أنك تربي طفل صغير.
معلومة. مهم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة. وكعلاج لهذا المرض الإسهال يا غاليين، أولا وقبل كل شيء لا بد من وضع قطرة زيت الزيتون. الآن علمت لماذا أنا أمسك بهذا الطائر. تقوم بوضع قطرة زيت الزيتون في المنقار، قطرة واحدة فقط، وتنتظر لمدة 5 دقائق، ثم تعطيه الدواء اللازم، الدواء الذي يصلح للإسهال. يعني على سبيل المثال إعطاء ربع فلاجين أو ربع حبة تتراسيكلين أو أدينو إكسترا أو أي دواء يصلح للإسهال، أو باكترين للأطفال الذي يشترى من عند الصيدلية، يعني أو أي دواء أنت تعلم هو جيد للإسهال، لا بد أولا أن تعطيه قطرة من زيت الزيتون. لماذا؟ سبحان الله، لأن قطرة زيت الزيتون تقوم بتنظيف الأمعاء من جميع رواسب المرض السابق. يعني لا بد من تضع قطرة زيت الزيتون ثم تتبعها أو تعطيه الدواء اللازم الذي يصلح لهذا المرض، ألا هو الإسهال الأخضر أو الأبيض. هناك مرض شائع آخر وهو بروز الأمعاء للطائر، سواء كان طائر الكناري أو الباجي. بروز الأمعاء، فعلى سبيل المثال عندما تنفخ على بطن الطائر هذا الشكل، لا يكون أصفر اللون، بل يوجد في بطن الطائر مثل بروز عروق زرقاء صفراء، هذا ما نسميه ببروز الأمعاء. وهذا الأخير ناتج عن الأكل الفاسد، كما قلت سابقا تعطيه بذور فاسدة، تعطيه خضروات فاسدة وأنت لا تعلم، فلا بد أن تتحرى البذور، هل هي جيدة أم لا. وكمعلومة إضافية يا غالي، لا بد أن تذهب عند بائع موثوق، عند العديد من الأشخاص يقولون هذا البائع هو الجيد فذهب عنده. يعني كيف تتعرف على البذور الفاسدة؟ فقط هي لابد أن تتفحص البذرة، هل هي بها يعني أي ترسبات، هي تعفنات عفوا، وجود يعني بذرة سوداء، بذرة تميل إلى البني. كي تتفادى هذا الإشكال لابد أن تذهب عند بائع طيور موثوق يشهد له بالمصداقية، ثم تشتري من عنده البذور يا غاليين. هناك يعني سبب آخر لبروز الأمعاء، هو وضع الطائر في مكان به تيارات هوائية، يعني تضعه في مكان يعني هناك نافذة وهناك نافذة هنا ونافذة هنا، ثم تضع الطائر في الوسط، مما يؤدي إلى دخول الهواء بارد وخروجه بارد، يعني هناك مساحة أخرى. لابد من وضع الطائر في مكان ليس فيه تيارات هوائية. الانزعاج وكثرة النظر إليهم يا غين فهي من المسببات الكثيرة لهذا المرض، ألا وهو بروز الأمعاء. يعني تجنبوا النظر كثيرا لطيوركم يا غالين، تجنبوا طيور. يعني السبب الرئيسي للأشخاص الذين ينظرون أو يقوموا بإزعاج طيورهم هي هل وضعت البيض أم لا، هل خرجت الفراخ، هل تزاوج. يعني يا غالين إذا تأكدت، أنا أعلم أن السبب الرئيسي في النظر الكثير هو هل تزاوجت أو وضعت البيض. إن شاء الله يا غالي، إن شاء الله سوف تقوم جميع طيور أفراد عائلتي بالتزاوج ووضع البيض. كما أقول دائما كمعلومة إضافية، راقب طيورك، هل هي جاهزة للتزاوج، يعني من كير أزرق قاتم أو وردي قاتم بالنسبة للذكر، وبالنسبة للأنثى بني قاتم أو بني باهت، والأفضل أن تكون أنثى أصغر من الذكر. هذا سبب، يعني يكون ذكر وأنثى، راقب هل هناك سمنة. وعلى سبيل المثال يعني كمعلومة ثالثة، أن هناك شخص قام بإعطاء الزوجين وقال لي أن الأنثى تبيض دائما والبيض فارغ وغير مخصص، فقلت له احضر لي هاتين الزوجين. فعندما أحضر لي هاتين الزوجين اتضح لي أن الذكر سمين يا غالي، أقسم بالله أنه على هذا الشكل، عندما مسكته على هذا الشكل يعني كأنني أمسك ذكر إنجليزي، سبحان الله، كأنني أمسك ذكر إنجليزي لا ذكر أسترالي. فنصحت أن يقوم بتغيير الذكر وبشراء ذكر آخر. أقسم بالله عندما اشترى ذكر جديد، يعني في ظروف شهر أو أقل من شهر، سبحان الله، البيض مخصب والأنثى وضعت البيض. كما قلت، الانزعاج وكثرة النظر، ومن يعني من طرق حماية من هذا المرض ألا هو التسييف وبروز الأمعاء، وهو تنظيف القفص جيدا ووضع الطائر في مكان دافئ، يعني عكس الأسباب. لابد أن تعطيهم أكل جيد، أن تبتعد عن طيورك وتضعه في مكان إذا كان هناك
كما قلت ليس هناك أسباب من معيقات هذه الطيور تضعهم وتنساهم الماء والأكل والتنظيف وبرامج صحي لهم، لا تزيد على ذلك. هذا إن تأكدت أن ليس هناك سمنة أو غيار أو ذكر أو أنثى أو الأنثى جائزة أو الذكر غير جائز. سوف أتطرق إلى فيديو خاص لهذه الحالة، هي لماذا لم تتزاوج، لكي يكون فيديو جيد إن شاء الله معك. من بعض الأدوية أو العلاجات التي أنصح بها وهي إعطاء طيور كوكسي بلس، تريفو بلس، أدنو إكسترا، مع إعطائه مضادات حيوية. إذا لم تتواجد هذه الطيور عند بائع الطيور طبعا، فقل له أن يعطيك أي دواء جيد لهذا المرض. يعني تكون قد علمت ما هو نوع المرض أنت وتعطيه إياه. المرض الثالث والأخير، كي لا يكون الفيديو طويل جدا، سأقسم هذه الأمراض إلى حصص، وهو انتفاخ الطائر. ترى الطائر منتفخ عندك ومنعزل في ركن من أركان القفص، لا يتحرك بتاتا. سوف أعيد هذا الطائر لأنني في شكلي أمسكه كثيرا، سوف أدخله مع هذا ريثما أنتهي الفيديو، ثم أعيده إلى أصدقائي أو أعيدها إلى أصدقائي لأنني طرحت السؤال هل هو ذكر أو أنثى. انتفاخ الطائر وجلوسه في ركن من أركان القفص، تراه جالسا لا يتحرك، عندما تقوم بالنفخ على بطن لا يظهر شيئا لا من عروق أو من شيء آخر. هناك يعني أسباب رئيسية لانتفاخ الطائر، وتراه يأكل ثم يعود إلى ركن القفص، وهو البرد يا غريم. عندما يصاب طائرة من البرد فإنه يقف يعني منعزلا في ركن من أركان القفص أو أسفل المجسم، ولا يستطيع أو يصعد إلى المجسم ثم ينزل. هذه يعني كيف تتجنب هذه الطريقة وكيف تعطيه دواء اللازم، فقط تشتري حبة 4-1 أو كوكسي تريكو أو داكوكسين عفوا اسمها داكوكسين، وتقوم بإعطائها في نفس مشربية للطائر مع تغليف القفص من جوانب القفص بأي ثوب، ثم تترك الواجهة يعني تهيئ الجو الدافئ للطيور. كي لا أطيل، سوف أقسم هذا الطيور حتى يعني سوف أقسم هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم. كان هذا الفيديو اليوم. إذا كنت مشاهد جديد واستفدت من هذه الحلقة، فلا تنسى أن تنضم إلى عائلتي الغالية بالضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وإن كنتم من عائلتي الغالية فأنتم تعلمون ماذا ستفعلون. أحبكم في الله. كان معكم أبو مكرم من قناة محترف الطيور.